بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن من مقدمات إقامة حكومة 1,000,000,000 مسلم حكومة إسلامية شرعية نشر الوعي والتثقيف وإعطاء الرشد الفكري. وقد تقدمت الجوانب من هذا الموضوع، والآن نحن نذكر في هذا المبحث جانبا آخر، وهو أنه يجب أن نلاحظ التثقيف الخارجي أيضا، يعني لا نقتصر على إعطاء الوعي للمسلمين الداخلين في البلاد الإسلامية فحسب، وإنما نهتم إلى جانب ذلك إلى إعطاء الوعي والرشد الفكري للبلاد الأجنبية. وذلك يقوم على أمرين. الأمر الأول تثقيف المسلمين الذين هم في البلاد الأجنبية، مثلا في فرنسا ما يقارب من 4,000,000 مسلم، وفي ألمانيا أكثر من 4,000,000 مسلم، وفي الصين الشيوعية أكثر من 100,000,000 مسلم، وفي الاتحاد السوفيتي أكثر من 100,000,000 مسلم، وفي أمريكا أكثر من 3,000,000 مسلمين سود. أما غير السود أيضا فعدد لا بأس به. وكذلك في بريطانيا وإيطاليا وهولندا وما أشبه، هؤلاء المسلمون يجب أن نعطيهم الرشد الفكري. إذا تمكنا من إعطاء الرشد الفكري مباشرة فبها ونعمة، وإذا ما تمكنا من إعطاء الرشد الفكري مباشرة فيجب أن نهيئ من وسائل الإعلام ما لا تتقيد بالحدود، يعني ننفذ مثلا في الحدود الإيرانية السوفيتية إذاعات لأجل إعطاء الوعي لمسلم الاتحاد السوفيتي والذين هم أكثر من 100,000,000 كما ذكرنا. وعلى هذا المعدل فإن ذلك أمر ممكن. فإذا أعطينا لهؤلاء المسلمين الذين هم في البلاد الأجنبية الوعي الكافي تصافقوا مع إخوانهم الذين هم في البلاد الإسلامية في حركة إسلامية عالمية. مقدمة لحكومة 1,000,000,000 مسلم بإذن الله تعالى. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، يجب أن نعطي الوعي الإسلامي للكفار أيضا والذين هم في البلاد الأجنبية حتى نخفف من غلواء عدائهم وسوء فهمهم، وحتى نخرجهم
من تابوت الدعايات الشيوعية والصليبية والصهيونية ضد الإسلام. إن الإخوة يعلمون جيدا أن الشيوعيين كم عملوا من الدعايات ضد بلاد الإسلام، وأن الصليبيين كم عملوا من الدعايات ضد بلاد الإسلام، وأن الصهاينة وهي وليدة الطرفين، وليدة الشيوعية والصليبية على تفصيل في ذلك، أيضا كم عملت في الدعاية ضد الإسلام وضد بلاد المسلمين. لا شك أن شعوبا كثيرة في بلاد العالم انفلت عليهم المكيدة وصاروا ضحية الدعايات، حتى ظنوا أن المسلمين حصنة من البرابرة المتأخرين المتوحشين، وبهذا السبب تمكن الاستعمار الغربي والشرقي ووليده الصهيونية، تمكن هؤلاء من طمس معالم الإسلام ومعالم المسلمين، حتى أن كل حركة إسلامية تقابل من شعوب الشرق والغرب بالإهانة والازدراء والعداء وأحيانا الحرب. إن هذا الشيء يجب أن تزال عن أذهان الشعوب غير الإسلامية، وكما قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. يجب علينا أن نبلغ رسالات الله وأن نبلغ مظلومية المسلمين في الشرق الأرض وغربها، حتى نجعل من الكفار على أقل تقدير حياديين، لا أنهم مع حكوماتهم المنحرفة يكونون ضد المسلمين. إن الإخوة يمكن أن قرأوا أن الصهيونية لها في خارج إسرائيل المغتصبة أكثر من 1000 جريدة. لماذا هذه الجرائد؟ ويقين لها مجلات أيضا. لماذا هذه الجرائد وهذه المجلات وهذا الإعلام الطويل العريض، بينما 1000 مليون مسلم ليست عندهم في خارج بلادهم، وهم 1000 مليون حتى نصف هذا العدد من الجرائد في هذا العالم الذي يهج بالإعلام ليس بشيء يذكر. وليس مقصودنا نحن هذا المستوى المنحط الصغير، وإنما شيء بمستوى وبلياقة 1000 مليون مسلم. هل عندنا هذا الشيء؟ كلا. فيجب علينا أن نتصافق جميعا لإيجاد هذا الشيء، يعني أن يكون لنا صوتا في البلاد الأوروبية، في أمريكا، في بلاد آسيا، في بلاد أفريقيا، في روسيا ولو بسبب الإذاعات والتلفزيونات، في الصين وفي غيرها. إذا فعلنا هذين الشيئين بالنسبة إلى التبليغ في خارج البلاد الإسلامية وإلى جانب التبليغ والبلاغ والوعي والرشد الفكري في داخل بلاد الإسلام، في ذلك الوقت يمكن أن نطمئن أن عملنا بمقدمة من مقدمات الحكومة الإسلامية الواحدة. ولماذا هذا التحريض من الإسلام على العلم؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. مداد العلماء
أفضل من دماء الشهداء. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وما أشبه من هذه الآيات والروايات كقوله سبحانه وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وكقول علي عليه الصلاة والسلام: قيمة كل امرئ ما يحسن. لماذا هذا التحريض؟ لماذا هذا الخط؟ لماذا جعل الإسلام العلم واجبا عينيا بالنسبة إلى قسم من العلوم، وواجبا كفائيا بالنسبة إلى قسم آخر من العلوم، كما هو معروف في الفقه الإسلامي؟ كل ذلك لأجل ترفيع الفكر، إعطاء الرشد الفكري، عدم كون الإنسان مسلما أو غير مسلم ضحية للأغراض والأهواء والدعايات المضللة والأباطيل وما أشبه. إن الواجب علينا أن نعمل في هذه الأبعاد الثلاثة: بعد توعية المسلمين بما لا يقل من 1,000,000,000 كتاب في داخل بلاد الإسلام، بعد توعية المسلمين في خارج بلاد الإسلام. وقبل أيام كنت أقرأ تقرير أن منذ ربع قرن هاجر من المسلمين من الشرق الأوسط إلى البلاد الأوروبية والأمريكية وغيرهما أكثر من 500,000 مثقف، بين طبيب ومهندس ومحام وغيرهم. هؤلاء يحتاجون إلى التوعية، إلى التثقيف، إلى فهم دينهم، إلى فهم دنياهم، إلى فهم أنه لماذا تأخروا، إلى فهم أنه لماذا تقدمت البلاد الأخرى على البلاد الإسلامية. البعد الأول في داخل بلاد الإسلام، والبعد الثاني في خارج بلاد الإسلام بالنسبة إلى المسلمين، سواء المسلمين المهاجرين أو المسلمين الذين دخلوا في الإسلام في تلك البلاد لرؤيتهم محاسن الإسلام. البعد الثالث إعطاء الوعي والرشد الفكري والدعاية الصحيحة للأجانب حتى لا يناصروا المنظمات الصهيونية والشيوعية والصليبية ضد بلاد الإسلام، وحتى يقعوا حيادا من الأمر، فإن الحيادة بالنسبة إلى الشعوب نصف الربح بالنسبة لنا نحن المسلمين. أما كيف هذا اللون من الثقافة الواسعة؟ إن الطريق بسيط جدا، وإنما يحتاج إلى همة. الطريق أن نفتح في إنجلترا مثلا مكتبة ضخمة، وفي نيويورك مكتبة ضخمة، وفي بون مكتبة ضخمة، وفي طوكيو مكتبة ضخمة، وعلى هذا المعدل هذه المكتبات تقوم بطبع الكتب وترجمتها ونشرها، وتكون لكل مكتبة من هذه المكتبات الأم ممثليات في تلك البلاد، مثلا 1,000 ممثلية، وهذا عدد قليل بالنسبة إلى الواقع البريطاني. 1,000 ممثلية لمكتبة الأم التي في لندن في مختلف البلاد البريطانية، 1,000 مكتبة أو 10,000 مكتبة ممثلية في أمريكا، والتي أمها مثلا في نيويورك أو في واشنطن، 1,000 ممثلية في فرنسا، 1,000 ممثلية في ألمانيا، وعلى هذا المعدل. وليس معنى الممثلية أن يكون الممثل ملكا لمكتبة الأم، وإنما معناه أن مكتبة الأم تزود تلك المكتبات الممثليات
بالكتب الإسلامية، الكتب التوعوية، الكتب الرشدية التي تعطي رشد الفكر. كيف عملنا هذا الشيء؟ ولنفرض أن ما صنعنا في العالم 100,000 ممثلية، ألا يكون مثل هذا الشيء مساهما في ترفيع الرشد الفكري في تلك البلاد الأجنبية للمسلمين ولغير المسلمين؟ فإذا انضم ذلك إلى ترفيع الرشد الفكري في داخل بلاد الإسلام في كل بلد لابد وأن نكون قد حصلنا على مقدمة من مقدمات إقامة صف الله على 1,000,000,000 مسلم، وما ذلك على الله بعزيز. وهمم المسلمين الغيارة في البذل والعمل والحركة وما أشبه هي كثيرة جدا. ويقول الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: المرء يطير بهمته كما يطير الطائر بجناحيه. فإذا كانت لنا من الهمم العالية والتي قيل فيها همم الرجال تقلع الجبال لتمكننا من هذا اللون من الوعي، والذي يكون مقدمة لحكم الإسلام. صلى الله عليهم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.